الصورة دي؟ أيام. فاكرة قد إيه حبيتك؟ وقد إيه لغاية دلوقتي بحبك؟ عشان كده الذكريات دي هتفضل طول عمرها عايشة في قلوبنا. يعني ما نسيتيش؟ إحنا افترقنا بس عمري ما نسيتك. الله الله يا ست ماما، إيه الشعر ده كله؟ أمال إحنا ما بنعرفش نقول الكلام ده ليه؟ نفس ضحكتك القديمة، أنت ما اتغيرتش أبدا، أنت زي ما أنت، حتى طريقة كلامك. أنت كمان ما اتغيرتيش. أنا اتغيرت كتير، زمان كنت ملك نفسي، لكن دلوقتي أنا ملك الناس، ملك مسؤوليات كتيرة، ملك أضواء ما بتسيبنيش لحظة. ماما، أنكل علي، أنت عارف أنا عمري ما شفت ماما سعيدة بالشكل ده. احكولي بقى عن أيامكم الحلوة. كل حب وأنت طيب. تعال تعال. كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، يا اللي عمري معاك كان احلام الشهد المذوب، يا راجل يا طيب. كنا نضحك 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 نسمع الدنيا بتضحك من بعيد، كنا نبكي 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 كان يلين الدمع من قلب الحديد. يعني بجد حاجة يعني تدعو للحب، يعني ده الإحساس الوحيد اللي جالي. هو عمل الفيلم ده نار الشوق، طبعا ده اول ظهور لحسين فهمي وهويدا كينا بقى كانت يعني الصاروخ القادم. صح. ارض جو هويدا. لكن هنا ده عمله بعد طلاقه من صباح. قصه أيوه. صباح بقى احكوا لنا قصه صباح. هو كان منيرة. هو كان بيمثل فيلم مع صباح في بيروت واتفاجئنا احنا كنا كان متزوج من ساميه جميل. وكان متزوج من ساميه وساميه في القاهره وبيمثل فيلم في بيروت وانا مع سامي هي قاعده مع سامي يلا لا هي قاعده هي هي مع سامي هنا واحنا في لبنان، كنت انا واختي في لبنان بس احنا كنا في صيدا قاعدين وهو في بيروت بيمثل. كان بعد ساعات يجي بعد ما يخلص يجي يقعد معانا يوم يقضي معانا يوم ويرجع، وعارفين انه بيمثل ويخلص الفيلم ويسافر. فاتفاجئنا انه جاي لنا تليفون بيقول لنا يا اولاد يا بنات، احنا بالنسبه له يعني ما حدش مننا يقدر يتكلم. انا جاي دلوقتي وجايب صباح معايا وشوفوا لي مأذون عشان انا جاي اتجوز صباح. شوفوا لي مأذون. كلنا ابي رشدي يعني ايه مش فاهمين. طن ساميه اللي هناك احنا بنقول طن ساميه اللي هناك قال انا ركبت العربيه وجاي. فطبعا احنا اللي عملنا ان احنا تليفون على طول لبابا هنا، يا بابا ده حصل كذا 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 ورشدي جاي. ابتدت التليفونات وطبعا ساميه كانت عرفت والدنيا اتقلبت. وأنا هنا احكي لي بقى ساميه عرفت وبعدين حصل ايه يا اسمع؟ هي بصراحه ما عملتليش حاجه طبعا قاعده معايا. لما رحت المدرسه كل البنات جايبين كانت قايمه على الشبكه لحقت توصل بسرعه كده في نفس اليوم يمكن بالليل كل الجرايد كل البتاع. طب ازاي مش ازاي معنا بقى طب ايه ما شفتيهاش منهاره ما راحتش راحت لبابا لباباك؟ ما هي راحت لبابا قالت له ايه؟ وقالت له يا عمي الحقني حصل كذا وكذا وكذا. قال لها طب ايه ده؟ قالت له اخواته يا بابا جوزوا. قال لها اخواته دول ما يقدروش، دول يعني دول بالنسبه له عيال يعني يعملوا له ايه؟ كان في خلافات بينهم يعني احنا نحب ساميه قوي واحنا نحبها جدا. كان في خلافات بينه وبين ساميه؟ ولا حاجه هم مثلوا حبوا بعض عايزين يتجوزوا كابريس. وقالت له صحيح يا طارق انه انت ما تقدرش؟ قال لها انا ممكن اتجوزك. قالت له ما تقدرش ساميه ده صحيح ساميه يعني ما تقدرش على ساميه ده صحيح؟ لا هو طبعا التحدي يعني ممكن تكون لعبت هي بذكاء على فكره. طب لا اقدر لما هو معروف انه بديع سربية وده كان صحفي كبير كان لبناني الله يرحمه كان صاحبه هو اللي قال له في السهره كده وقال له ايه المشكله؟ الشقراء في بيروت والسمراء والسمراء في القاهرة. يا حلاوة يا حلاوة مشكلة فاستحسن بس الجوازة ما قعدتش.
تاني يوم الصبح هما اتجوزوا فعلا عندنا في البيت وجبنا المأذون. تاني يوم خدها صباح ونزلوا على بيروت. تاني يوم سمعنا ابي رشدي بيكلمنا في التليفون انا نازل مصر. وصباح وطنط سامي قال احنا سيبنا بعض اتطلقنا. تاني يوم تاني يوم تاني مش يوم مش اسبوعين حتى تاني يوم يعني 24 ساعه 24 لأن الناس ساعه قالت 48 ساعه. هي كان عندها تصوير كان عندها حفله في باريس صباح راحت تغني طلعت على باريس كانوا متطلقين ورشدي رجع على القاهره ورجع بقى لساميه ورجع لساميه وساميه غفرت له عادي غفرت له نزوه سريعه نزوه سريعه. انا الحقيقه كنت تشرفت ان انا عملت انترفيو مع الصبوحه ده كان في 2009 في لبنان وسالتها عن رشدي اباظه. نشوف غنيت لرشدي انا يانا دي من احلى الاغاني وغلبانه انا فضلت احب رشدي لاخر حياتي فضلت تحبي رشدي لاخر حياتي. زعلتي لما مات؟ يا اتجنيت مات كنت رايحه اشوفه في المستشفى جه ابراهيم خان الله يرحمه قال لي ما تفوتيش مات قال بس شاف ابراهيم خان قال له صباح ومات. بس اتجوزتيه فتره قليله قوي يا صبوحه قليله لان حد يسيب صباح حد يسيب رشدي اباظه يا صبوحه برضو ده كان قمر كان هو كان قمر كمان يعني الوحيد اللي كان لايق لي في حياتي كان قمر صراحه الوحيد اللي كان لايق لها في حياتها بس 24 ساعه قليل قوي 24 ساعه قليل من الحقيقه كانت تحدي كان هو تحدي عايز يثبت ان هو يقدر يعمل اللي هو عايز يعمله دي اقدر اتجوز اهو ما يهمنيش لكن الحقيقه انه يعني انا عايز اسمع بقى قصه مامتك يعني مين كانت باربرا اللي اتجوزها اللي هي الزوجة الوحيدة اللي خلف منها رشدي اباظة زي ما قلت لك هي كانت متجوزة بابا عزام بابا عزام ده اللي هو يا مصطفى مصطفى وعندها 16 سنة وكان بيعمل الأغاني بتاعته في الشابرتس فهو راح الشابرتس قابلته it was love at first sight من أول نظرة قالت لباب انا عايزه الحريه بتاعتي انا بابا عايزه رشدي اباظه لازم تروح لرشدي اباظه لا خد الحريه اتفضلي خلاص خلصت كان بياخدكم السينما يا طاهر يعني يعني كان مثلا فيلم من افلامه كان بيديني تذاكر تذاكر الافلام انا رحت معاه انت رحتي مع السينما لا انا الاوبننج يعني افتتاح مثلا افتتاح رحتي انا فيلم لا ما اعرفش بنوار كده بنوار بيبقى فوق كده وهو بيقف وبيعمل صور وكان بيديني صور يعني زي صور الافلام كده يعني زي ما كنا بنشوف مثلا في افلام كتيره ان الفنان بيجي صور ده كان من الطقوس زمان انا كان بيديني تذاكر الافلام كنت اوزعها على اصحابي بقى وكده تذاكر الافلام وعلى ما اظن رحت معاه بس كنت انا وهو في السينما ومدير السينما فيلم سعودي الى الهويه بس كان عرض عشان رشدي اباظه عشان رشدي اباظه بس عشان نشوف فيلم سعود الهويه يعني كمال الشيخ وجه له دعوه يعني بشكل شخصي مش عارف مين وجه له انا كنت معاه ونزلنا رحنا اتفرجنا على الفيلم بس كنا لوحدنا في السينما كنت مبسوط قوي بقى لوحدي في السينما طبعا وعم رشدي فكنت مبسوط قوي طب اكيد زوجه 13 ده من احلى الافلام اللي احنا كلنا بنحبها ويمكن اكتر الافلام اللي بتتذاع في السينما وده كان هدفه طبعا انه وقف ترويض الرجل يعني ترويض الرجل وتعدد الزوجات المرأة المرة دي ترويض الرجل ترويض الرجل أي جانب الآخر والاثنين لنفس المخرج فطين ده انا سمعت ترسين طبعا لفطين عبد الوهاب في الزوجة 13 لما دخل بقى وشوفوا بقى بيرقص مع مين هدوا يا شباب هدوا يا سادة احنا عندنا القمر شادية وعندنا شويكار وعندنا زينات علوي زينات علوي ومين كمان وفي امارات السينما دلوقتي شوفوا الزوجة 13
منيره طول ما احنا بنتفرج على المشهد تقول حبيبي يا حبيبي يا بيرو حبيبي يا بهدلوه يا اختي بهدلوه ما هو بهدل ستات مصر كلهم بهدلوه يا عم بصراحه بصراحه احنا لو عندنا ربع مع احترامي لكل رجاله لو عندنا ربع رشدي اباظه كان وضعنا مختلف بهدلوه كده طول عمر السينما بتبقى راقصه ورجال حولها هنا بقى الراجل عمل العكس قال لك رشدي هو اللي بيرقص وكل الجميلات دولت الحقيقه لازم اقرا رساله عظيمه جات لي من صديقي الفنان الكبير استاذ محمد صبحي وهو يعني بعتبره واحد من اهم الفنانين المسرحيين والحقيقه انه مش بس فنان مسرحي فنان عنده قيم وبيحاول ان هو يرسخ مجموعه من القيم في كل الفن اللي بيقدمه محمد صبحي بعت لي يقول لي صديقتي لميس ما هذا الذي تقدمينه لماذا جعلتينا اليوم بلهاء ارجوك استمري اسبوعيا لتؤكدي انها ليست حنين لتاكيدي انها ليست حنين للماضي وانما مواجهه عمليه احتمال نستيقظ ولا ندمر ما صنعه هؤلاء العظماء من الرواد ومحدش يقول لي العصر اختلف انا اقول اللي اختلف هو الغلظه والفجاجه في الذوق محمد صبحي انا بشكرك جدا يا استاذ صبحي طبعا والحقيقه انت معاك حق العصر ما اختلفش احنا عندنا فنانين بس احنا ذوقنا بيتغير لا وده مش مجرد يعني اللقاءات اللي هي زي رشدي اباظه او قبله حسين رياض او كمال الطويل او هي مش حنين للماضي لا ده هي استيقاظ للحظه صح لما اسمعي غنوه الكمال الطويل ده اللي احنا كنا بنحاول نعمله يا طارق ان احنا صح. نصحي الناس في اللحظه اللي احنا فيها ان لدينا فن عظيم عليه ان يستمر انا عايز اقول معلومه مهمه بخصوص الاستاذ رشدي اباظه كتير كانوا بيعتقدوا انه وانا سمعتها من ناس مقربين منه زي عاطف سالم مثلا وده مخرج كان من القريبين قوي من رشدي اباظه انه البعض كان دايما يقول لك رشدي بيمثل وهو سكران غير صحيح لا رشدي لا يقف امام لا الكاميرا وهو سكران عمره ما وقف عمره ما عملها واداء دور السكران ناس تفكر لك اصل الواحد بيأدي دور سكران يسكر لا. ده لازم تبقى مستيقظ تماما لا. لو انت سكران ما تعرفش تأدي دور سكران رشدي كان لا. حاله كان استيقاظ 24 ساعه وما كانش يطلع منه ده طبعا كان له طقوس يا جماعه ده. كان له طقوس في العمل يعني لما يعني كان له طقوس في العمل طبعا بيقفل على نفسه طبعا بيقفل على نفسه يذاكر يذاكر يقف ما نشوفوش يعني شخصيه يعني في العصا اللي هو شايف صدري ده كان يخش البيت من على الباب الشبشب بيجي له يعني كان متقمص في دور الباشا في شيء من صدري كان متقمص فكان متقمص شخصية تم سمعت اتشهدت الحمد لله انها خلصت الفيلم ده من الدور ده كان بيعيش القصه بس انا على فكره عايز اقول لكم حاجه يعني احنا عندنا ممثلين حلوين قوي طبعا 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 لا لا بس ما فيش عندنا ولاد بيشتغلوا شغل الله اكبر عليهم لا بتحبي مين يا عصمت؟ انا بحب الكبير مين الكبير؟ عادل امام؟ لا الكبير اللي هو ايوه مكي؟ كبير قوي كبير قوي انا بقول مين الكبير؟ بس بنسبه الاستاذ رجل وعبلة كامل تحبي عبلة كامل الفنان بمناسبة الجانب اللي هو العقلاني عنده حكى لي مره نور الشريف قال لي انا خدت درس من رشدي اباظه ايه الدرس قال لي دايما كان معاه كده اجنده يحتفظ بيها ايه الاجنده دي قال لي اي حد يقابله وهو نصعد كده اي شخصيه قابلتها طرقت جواك حاجه اكتب يوما ما بتلاقي الذاكره الابداعيه ودي بقى ذاكره الابداع عند الممثل جات له شخصيه دراميه ازاي يروح لها فيفتح هيلاقي انه فلان مثلا المكواجي في حاجه معينه لمحه ما فتلاقيه مأيدها فهنا معناها انه هذا الممثل برغم ربنا اداله عطاء داخلي واشعاع داخلي لكن كان الوعي عنده صاحي جدا طالما مع ناس طالما يقدر ياخد حاجه ما يكتفيش بانه اختزناها في اعماقه لا كمان في ملمح لها مكتوب ويستعدها منيره يعني هو كان درس دخل مدارس هو كان في الفريد في سان مارك في الاول سان مارك اسكندريه بعد سان مارك اتنقل من اسكندريه جه على هنا دخل مدرسه اسمها فؤاد الاول وبعدين بعد فؤاد الاول
حب ان هو يعني يقوي نفسه في اللغات. فدخل مدرسة هي تابعة لأكسفورد، يعني اتقن فيها اللغات، ورشدي بيتقن خمس لغات، انجليزي وفرنساوي وايطالياني وعبري وعبري. انا كان ففعلا كان بيتقن اللغات بطريقه، يعني بيتكلم اللغات كلها زي بعضها زي ما يكون بيتكلم عربي. ازاي بقى ما انطلقش لبره؟ يعني عمر الشريف في نفس ربما يمكن توقيت قبله شويه او في نفس هذا التوقيت. هو عمر اصغر منه بسنتين ثلاثه. عمر على طول انطلق يعني بعد فتره. ما كانش رشدي متخيل ان هو ممكن، واتعرض عليه كتير جدا، بس هو كان بيحب مصر. كان يقول انا لا يمكن انا ابقى فنان ابقى في مصر، ابقى رشدي اباظه في مصر. فعمره في حياته ما فكر ان هو يروح، مع انه اتعرض ومثل افلام، يعني مثل وادي الملوك، ومثل مع المخرج اللي هو أليساندريني، عمل فيلمين ثلاثة، وعمل دوبلاج صوتي، صوتي لجاك جاك نيكلس، جاك ايه، عمل جاك هوبكنز، عمل برضو عمل أرض الفراعنة برضو، كلهم مع مخرجين طلاينة، بس ما حاولش ان هو يروح. نطلب منه ان هو يروح، المخرجين طلبوه ان هو يسافر ويعيش. اظن هي تركيبة. هو حضرتك ما كانش عاوز يسيب مصر. يعني هو كان يقول ابقى وزير في بلدي بس ما بقاش ملك بره بلدي. لا فهو كان مرتبط بالبلد قوي، وبيقول بره مش هقدر اعيش حياتي، القاهره دي بحس ان هي بتاعتي. فما كانش عنده استعداد ابدا رغم كل امكانياته، بس يسيب مصر. لا، الملامح دي ممكن تصلح. ما هو ده اللي حصل لعمر الشريف. ايوه، الملامح ممكن مع اللغه تديله فرص كتير، مع الاداء قدر ان هو، لكن هو كان مرتبط بالبلد. هو جه مخرج من هوليوود فعلا وطلب رشدي اباظه، عشان هو ما كانش عاوز يسيب مصر ويسافر. قالوا تعالى قبل المخرج يعمل لك تيست ولا، فهو اوديشن، قال له هو ينزل يقطع تذكره في السينما ويدخل يتفرج على رشدي اباظه. يا سلام. انا اروح له. يا سلام. ما كلمناش عن قصته مع تحيه بقى، تحيه كاريوكا، يعني فنانه كبيره، ايه قصته مع تحيه؟ والله اللي اعرفه من مدام تحيه، لانه انا عملت عنها كتاب وهي عايشه، يعني انه طبعا تحيه كانت قبله تزوجت، انما اغلب زيجاتها بتبقى حاله الضروره. يعني ممكن مثلا يبقى راجل مناضل كويس والدولة شيوعي مثلا، وفجأة تواجد مع تحية مزوغين من الأجهزة، فتتجوزوا عشان ما ياخدوش قضية، كويس، يعني حاجات كده. إنما الزوج التي تزوجته عن إرادة كان رشدي أباظة. هل أنتوا تفتكروا يا منيرة تحية كاريوكا في حياتكم؟ لا، تحيه كاريوكا الحقيقه لا، كان مقطع يعني ما كانتش، كان قطعت الصله يعني بعد ما هو يعني اتجوزها وطلقها، كان صغير جدا، كان لسه اول حياته. بس شفتي قد ايه؟ ما شفناهاش. لا يعني تحيه طبعا الفرق ما اديش امومه، لكن فيلم الطريق كانت امه. شوفي قد ايه الجمال الابداعي، ان انت يعني اي امراه كانت متجوزه واحد تطلع حبيبته، تطلع لما تطلع امه وافقت. طب نشوف مقاطع من اعماله مع تحيه كاريوكا. انت فاهم ان انا مش عارفه ان انت ظابط مباحث؟ انا سكنتك في البيت وجبتك شغلتك هنا عشان تشوف كل حاجه وتعرف كل حاجه، ولما بقى في ايدنا دليل واحد عايز تنكر شخصيتك، اتفضل انشر رجابه، انت تعرف مين اللي بعته ومين السبب في الجريمه. تعرفي ان انا كانت دايما امنيه حياتي ان انا اكون ظابط مباحث، وانت حققتي امنيتك. انت كذاب، انت خايف على مركزك بعد ما انكشفت. اسمع، الحكايه دي هتبقى بيني وبينك، شوف شغلك، انا بريئه، دوروا انتوا على المجرم. يا ست ضحى، انا مش ظابط مباحث، الحاجه الوحيده اللي ممكن اعملها ان انا اسيب الشغل عشان احافظ على سمعتك، واللي انت عاوزه تعمليه بعد كده اعمليه، انا تحت امرك. عندي حفله في بورسعيد وهرجع الفجر. طب اجي معاكي؟ تيجي معايا فين بس؟ ليه يا ماما؟ لسه صغيره برضو.
حقنا صغيرة يا استاذ رشدي. انتي ابدا، ده انتي ست ستات. بيجيبوا سيرة الاندال، بس انا برضو اشرف منهم ومن اهلهم. هو انا يعني كنت بتاجر بمين؟ ما يهمكيش يا ماما، انا هقطع لسان اي كلب يجيب سيرتك. بس تبعد عن الغضب يا صابر، وكفايه انا غضبت وتفيت في وش فهمي اللي باعني عشان بنت ما تسواش 3 مليم. كانت النتيجة انه بلغ عني وترميت الرمية السودة دي. معلش يا ماما، بس انت ما تشيليش هم، انا شايلة همك انت يا صابر. هتعيش ازاي يا ابني بعد العز اللي كنت فيه؟ ما انت كتبتي لي البيت بتاع رستيم، وده هيكفيك. تتدبر يا ماما. ماما وكان متجوزها بس يعني هي كانت اكبر منه ب 13 سنه. لانه 27 وزي ما كان استاذ 14 وخدت كل مزوغه في سنتين كمان 11. انما بصي، بمناسبه مدام تحيه، انا رحت لها في الاواخر، كان ساكنه في بيت صغير جدا، اوضتين كده، اوضه وصاله. الصاله فيها صوره لرشدي لغايه اللحظه الاخيره. صوره رشدي اباظه موجوده في صاله تحيه كاريوكا حتى اللحظه الاخيره. فشوفي قد ايه الحب. طبعا انه لم يغادر، وكان غادر الحياه طبعا كويس، انما لم يغادر تحيه. ده هو لم يغادر تحيه. ده حكى لنا مره، هقول لحضرتك حاجه ما اعرفش لو تفتكرها. كان بيقول الفيلم بتاع الزوجة 13 كان بيتعرض في برلين، حضرتك أكيد هتقولي هتفكرني أو هتتابعني. الزوجة 13 كان بيتعرض في مهرجان في برلين، في نفس الوقت كان في فيلم اسمه أمريكاني اسمه حاجة مرح، فيلم مش عارفة اسمه إيه، مرح، فتاة المرح مثلا؟ لا فيلم كان، المهم كان فيلم كويس. امريكي بيتذاع كويس، فكانوا رايحين برلين في المهرجان ده، والفيلم بتاع زوجة 13 كان بيتعرض في المهرجان. فكان حكاها لي رشدي يعني. فبيقول لا اتفاجئت، هو قال مره في هناك في برلين، يا جماعه ده كده دي هي، او هنا في مصر مع ناقد، قال ده الفيلم ده احنا سينما هنبقى. فزعل من رشدي وقال ليه بتقول سينما هنبقى؟ فرد قال لهم لانه ده قدام جمال عبد الناصر بالمناسبه، قال لي انه في برلين لو تشوف المهرجان كان جيمس ستيوارت النازل وجايب كان توني كيرتس مش عارفه مين بيمثل في الفيلم ده. فبيقول اللي اتعمل ليهم ازاي جاي حامل باسبور سفير دبلوماسي جيمس ستيوارت، فداخل بيه، فبيقول لك استقبلوه استقبال غير طبيعي، يعني اهتمام العالم، اهتمام العالم، لانه عاملين بروباجندا جامده جدا. وبالمناسبه كلمه همبكه دي قالها قدام الرئيس جمال عبد الناصر، قال لك البروباجندا معموله للفيلم الامريكاني اللي جايين يعرضوه اكتر من اللي احنا بنعمله بكتير. فهناك بيقولوا في الفتره دي، قال انا برضو جاي اسال حضرتك عليها، انه في الفتره دي قال كان عدد التصفيق هو اللي بيقول الفيلم ده اللي ناجح وياخد الجائزه، ولا الفيلم اللي اقل تصفيق. هم ما اعتقدش موضوع، لكن بتبقى في تصويت جمهور، بتصويت في تصويت جمهور. انا بس عايزه اقول ان الفنانه نيلي كمان الجميله بعتت لي رساله وانا بشكرها جدا. اولا انا عارفه ان نيلي من اكتر متابعيني وانا من اكتر عشاقها يعني. بتقولي اشكرك ان انت يعني ذكرتينا بهذا الزمن الجميل وبالعظيم رشدي اباظه. ميرسي يا نيلي، وانا بشكرك شكرا جزيلا. بس بالمناسبه حضرتك حضرتك بتقولي شبه رشدي اباظه، حفيد رشدي اباظه حتة منه شبهه جدا. ده ابن اسمك. ادهم. ادهم شبه عم رشدي بشكل مش معقول. عندك صور فين الصوره بقى؟ عايزين نشوف الصوره بتاعه. رشدي ادهم طبعا. طب ده عايزينه ليه يا جماعه؟ رشدي 2017 اكيد هنجي لنا الصوره يعني دلوقتي. يعني عندنا نسخه من رشدي اباظه. عندنا نسخه من رشدي اباظه. طيب اهو. طيب ما شاء الله. لا الثانيه بقى. الثانيه بقى يا رحاب، الثانيه بقى، فاتوا لنا الصوره الثانيه. طيب لحد ما جيلنا الصورة الثانية. دي مراته. دي مراته. دي مراته. ايوه. طيب احنا معانا اتصالات هاتفية. ديدي اتفضلي. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. انا بشكرك كتير قوي على البرنامج الحلو ده، طبعا ذكرتينا يعني بهرتيني وبكيتيني في نفس الوقت على عنق رشدي. عنق رشدي. انت مين يا ديدي؟
ميرسي. ادي دي اباظه ماما منيره حبيبه قلبي. اهلا بيكي حبيبتي منوره الشاشه حبيبه قلبي. ديدي تبقى مين يا جماعه؟ ديدي بنت عمنا. بنت عمة بنت عمكم. ديدي يعني انت فاكره بتقولي عليه انكل روجي؟ كنت صغيره انا عندي 43 سنه بس كنت فاكره طبعا. كنت صغيره بس كان بيشيلني ويروح المانيال عند الجوكر يقفلني عصير يشربني عصير ويقعد هو كان له صاحبه يقعد معاه وكان بيحطيني على رجله كده ويطبطب عليا كل حب وحنيه. كنت بحبه قوي 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 قد الدنيا زي حنيه ماما منيره. ماما منيره حنيه فظيعه فظيعه لا تتخيلي قد ايه حنينه. ديدي بتحبي تتفرجي له على ايه؟ بتقيه الفيلم اللي ممكن لاولادك؟ اوعى تعدي اوعى تفوت اوعى تعدي اوعى تعدي اوعى تفوت لوقت الحب. يا ريحان لازم تجيبوا لنا لوقت الحب ارجوكي يا حبيبتي يا ديدي. طبعا طبعا حبيبه قلبي. لا 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 كان في مشاعر رهيبه هو زي القمر. وبعدين مدام لميس جميله بيتجمعك حاجات حلوه قوي للي وانا بحبه وبموت فيه الله يرحمه. الله وبعزي مصر كلها. بشكر الاستاذ محمد صبحي المحترم على 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 الرساله اللي بعتها والاستاذه نيلي. وبشكر المؤرخ العظيم المحترم اللي قاعد انا طارق ده هو ده زميلنا زميل الكفاح معانا وحبيبتي الكل طبعا الاستاذه اسماء طبعا عشان هي يعني انا كان نفسي اقعد معاها انا كنت طبعا بس ما اسعدنيش الحظ بس حبيبتي ماما منيره هنلم احنا العيله يا ديدي احنا هنلم العيله وتعزموني انا وطارق. ثانك يو يا ديدي ميرسي حبيبتي. لازم حضرتك العدس اباظي بالظبط العدس اباظي ده هو ده العدس بتاع العيله. ده السر ميرسي يا ديدي ده السر. ثانك يو. معايا رفيف اتفضل. رفيف السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم اهلا بيكي. اهلا ازيك يا استاذه لمين؟ ايه الاسم الحلو ده اتفضلي. الله يخليكي اتفضلي يا فندم. شكرا اسعدتينا بالحلقه عن الفنان العظيم رشدي اباظه. ميرسي. تحياتي لضيوفك الكرام الاستاذ طارق والاسره الكريمه اسره الفنان رشدي اباظه. بتحبي تشوفي له ايه يا رفيف؟ والله افلام كثيره الزوجه الثالثه من حواء 13 فمرحنا الافلام الجميله دي يعني فعلا. بس انا نفسي وربنا يرحمه رحمه واسعه بقدر ما اسعدنا لانه هو في قلوبنا فعلا يعني. ده حقيقي. انا نفسي اسال سؤال. الفنان رشدي اباظه كل سيدات مصر وسيدات العالم العربي احب رشدي اباظه. انا نفسي اعرف من بنته الاستاذه اسمك هو مين الست اللي احب اللي حبها وليها مكانه. مين اللي حبها؟ يعني كل ستات كل ستات حبوه. طب ده سؤال بقى اسمك. لا هو كل الستات لا اكيد اسمك في واحده كلهم بلا ايه قلبه كبير يعني للدرجات دي في قلب كل الرجاله مشاكل. طب منيره مين اكتر مين كان هيز فيفورت مين مين قلبه دق لمين يا منيره؟ اكيد في واحده كلهم. لا بصي هو كان رشدي فعلا بيحب الستات كلها. كله بيحب الستات وستات لا انا بصي دايما اقول هو بيحب الستات وبيحترمهم. ايه يعني ازاي يعرف؟ قولي لي ايه السر؟ السر اقول لك. دايما اقول انا كل مره يستضيفوني في برنامج اقول لهم السر بايه؟ ايه بقى؟ بانه انت يخش عليكي بورد الصبح يصبح عليكي بوردايه وانت قاعده لو دخلت لو مثلا رشدي قاعد وستات دخلوا لو قام 10 مرات لازم يقوم للست. استحاله يبقى قاعد وست دخلت يعني يقوم ويقعد لو دخلوا 10 ستات يقوم 10 مرات ويقعد ويشلها الكرسي ويقعدها على الكرسي. ففي تاتشات صغيره تفاصيل. كل الستات بتحبها طبعا يعني حتى لو بالضحك. ايوه بس هم الرجاله ما بيسمعوش. عرفت ازاي؟ ان هو دي الحاجات اللي رجعت وهو بيخلي كل ست انه احلى واحده إن هي أحلى احسن واحده في الدنيا احلى واحده دي اتنشن ودي اهتمام فعلا وتنقل الكاميرا. عارف لما بتنقل الكاميرا هو بينقل كده الطريقه دي بعدين يعرف انت يرجع بالكاميرا بالظبط. ايوه اتعلمت منه بقى ولا ايه؟ وشهمته بقى ورجلته. كان شهم طبعا جدا رجوله كمان وكريم جدا فوق ما تتخيل وحنين قوي قوي قوي. منى اتفضلي يا منى. لا خلاص بقى قلبنا اتقطع. منى منى طيب لحد ما منى ترجع لنا معانا مشهد. ايه يا جماعه؟ طب مي طب اتفضلي يا مي. مي يا جماعه طب نشوف مشهد لحد ما تظبطوا التليفونات. من حواء وطبعا لبنى عبد العزيز. اباي 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 ننسى الفيلم ده. اميره اميره يا دكتور حسن جاي يعمل لك اسعافات.
انا افضل اموت ولا دكتور الحمير ده. مساء الخير من مزيل اميره. خدها من عسرة واطلع برا. حاضر حالا اول ما اطمن على صحتك. ادخل. ما تخافيش مش هيكتفك. انت تتريع؟ لا. قولوا لما حكته يطلع برا. انا عايزك تعالي دلوقتي، صحتك اهم من كل حاجه. لا مش ممكن. انت عندك حالة ضعف زي الحمار بالظبط. بالشفاء ان شاء الله. أميرة أرجوك. زنفل. أفضل. هات اللجامة والمسدس. حاضر يا فندم. يا بابا هتشربي بالزو ولا كتفك؟ اشرب بس. شيل حضر الابره يا زنفر. اطلع بره يا سامي. انت زرع يا عم كتفها يا اخي. انا اسمك. خليها خليك معانا من فضلك. ممكن تسرحي دلوقتي وما تفوريش دمك، كلها نص ساعه وطول البرطعات. ستين ده هي كتك الغم. وانت من اهله يا اكبر شتيمه كتك الغم. دي اكبر شتيمه عندنا طبعا. ده فطينه عبد الوهاب وفيلم ماخوذ عن ترويد النمره. ترويد النمره لشكسبير. طاهر زارك في المدرسه؟ كنت. وحصل ايه بقى لما زارك في المدرسه؟ احنا كنا مدرسه رهبان فصارمين قوي. فلما دخل المدرسه كان في كمان مدرسات فرنسويات. فيعرفوا رشدي أباظة طبعا بأنهم عايشين في مصر هنا. فدخل المدرسة، الفرير بتاعنا كان فرير مارتن، ما عرفش يسيطر على المدرسة. دخل قفل على مكتبه من جوه عشان ما يشوفش المشهد. دخل الفصل، الولاد اتلموا عليه والمدرسات من كل الفصول اتلموا عليه، وقلب الفرير ودخل قال بونجور. فانا لقيته رحت بابي، انا عاوز اروح عاوز امشي. فقلت له، فجي بقى وراحوا، رحت معاه في مكتب المدير المصري وقلت له عاوز اروح يا عم رشدي، اروح معاك. قال لي عربيتي بايظه. قلت له طب اروح اروح بتاكسي. قال لي لا ما بركبش تاكسي، بروح ماشي. فقلت له تعالى معانا في اتوبيس المدرسه بقى. ده ركب رشدي اباظه اتوبيس المدرسه؟ لا 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 طبعا، هو ما كانش عاوز. انا كنت عاوز اسيب المدرسه. هو مش عايزه يسيب المدرسه، هو ما خليش يسيب المدرسه. الحقيقه ان اسمت ادتنا مجموعه من الصور، وانا بشكرها لشخصيات كان هيمثلها رشدي اباظه كانوا في الافق زي ما بيقول. وما مثلهاش. نبص ده مثلا، دي شخصيه ايه يا اسمت؟ او يعني لو فاكره ده فيلم سيس او يعني ده خطيئة. ده كان فيلم زي بابا، فيلم ما اتعملش هو اتصور، كان اسمه خطيئة سيناء. خطيئة سيناء. هو كان حاجة عن دور احد الرهبان فعمل وطني يعني مع كان اثناء الاحتلال الاسرائيلي للسيناء. بس هو الفيلم طبعا هو اتصور بالبلاس. ما هو ده في نفس الفيلم. وبيعملوا ايه؟ بيعملوا يعني هو يعني بيفصل اللبس. اصل هو ما كانش بياخد ملابس بتاعه السينما، هو كان بيفصل ملابسه وبنفسه. كان عنده اوضه كبيره قوي فيها الهدوم. وده فيلم تاني برضو كان المفروض هيمثله. هل تذكروا اسم
الفيلم؟ نعم. لا برضو ده لا. فيلم برضو من الأفلام اللي هو كان هي. بس لو تاخدوا بالكم إن هو حتى كان دقنه عامل دقن بيضة أو الحقيقة إنه كان شكله حتى مغير شكله خالص شكله متغير ده مغير شكله خالص. طيب نرجع تاني منى. يا منى مساء الخير. أهلا بيكي مساء النور. إيه شكرا على الحلقة الجميلة جدا اللي حضرتك أرسلتينا بيها النهاردة دي حلقة رائعة بصراحة. أشكرك ميرسي ميرسي متشكرة. حضرتك لو اتكلمنا عن رشدي أباظة ممكن نقول برين في الساحة العربية والعالم العربي. بتحبي تتفرجي على ايه يا منى من افلامه؟ في صغيرة على الحب، شروق وغروب، كان بيتذاع النهاردة على فكرة شروق وغروب على دليل. طبعا النهاردة كان بيتذاع عشان ثورة 23 يوليو. وامبارح برضه كان له فيلم كان بيتذاع برضه. في من حواء وفي الزوجه رقم 13 وله افلام كتيره جدا مش هنعرف نعدها طبعا. صحيح صحيح صحيح. هو دايما كان متميز في كل ادواره، كان له طله غريبه جدا يعني ما حدش يقدر حتى يقلدها. مبهر، كان مبهر الحقيقه. لا بجد برنس كل حاجه. برنس. شخصيته رهيبه. الستايل بتاع شخصيته. يعني انت نفسك تتجوزي واحد زي رشدي اباظه كده مثلا؟ مفيش تاني زي رشدي اباظه خالص. مفيش. قلنا كده مفيش يا جماعه. خلاص هو كان قالب واحد. هو كان قالب واحد واتكسر. هو كان قالب واحد واتكسر. ميرسي ميرسي يا منى. ماي اتفضلي يا ماي. ايوه يا استاذه لميس مساء الخير. اهلا بيكي مساء النور حبيبتي. اهلا بحضرتك وبالضيف الكرام اللي معاكي. ميرسي. قولي لي بقى كنت بتحبي تتفرجي على رشدي اباظه يا ماي؟ طبعا. مين ما يحبش رشدي اباظه يعني. ايه احلى فيلم بتتفرجيه بتحبي تتفرجي عليه؟ والله الحقيقه انا بحب صغيره على الحب جدا يعني لو اتفرجت عليه من هنا لبكره حاجه قمه الروعه بصراحه. طبعا سعاد بقى كانت حاجه عظيمه. طبعا طبعا تحس ان هي بتعمل اكتر من شخصيه يعني حاجه جامده دي. جميله ابو حريد. او عمل جميله ابو حريد طبعا عمل صعب جدا. ميرسي يا ماي. واخيرا لقينا راجل موت بيتصل. وليد اتفضل. الراجل الوحيد اللي اتصل بينا. وليد مساء الخير. مساء الخير. بتغير بقى من رشدي اباظه يا وليد ولا ايه؟ يعني رجاله مصر بيغيروا من رشدي اباظه؟ مع الاستاذ رشدي. نعم؟ انا ليا قصتين مع الاستاذ رشدي اباظه. قصتين؟ ازاي بقى؟ القصه الاولى انه الحلاق اللي كان بيحلق الاستاذ رشدي اباظه محمد من اول ما دخل القاهره لغايه اخر يوم كان الحلاق اللي انا بحلق عنده انا وابويا. محمد ياما حكى لنا حكايات خاصه جدا عن يعني ايه حكايه ما تنساهاش. هو محمد المليجي الحلاق. طاهر فاكر ايه قصه ما تنساهاش يا يا وليد؟ يعني حكى لي انه في تصوير فيلم في كاميرا وقعت على عامل اثناء تصوير الفيلم. وهو كان لسه واخد الدفعه المقدمه بتاعت الفيلم. نقلوا العامل ده وودوه المستشفى وكانت اصابته جامده جدا فراح المستشفى ووقف التصوير وساب ال 5000 جنيه بالكامل الدفعه المقدمه اللي كان واخدها من هذا الفيلم. يا سبحان الله بجد كان كريم. احنا دي ما قلناش عليها. دي قصص شوفوا انتوا ما تعرفوش عنها حاجه. اسمك هو رشدي كده جدا. يعني بجد يعني يعني بصراحه هو كان بيحب العمال بتوعه. بيحب العمال جدا كان بيعيش معاه. وايه القصه الثانيه يا وليد؟ القصه الثانيه ان انا بعمل المتحف الخاص بمدام ماجده الصباحي. وانا بعمل المتحف بتاع مدام ماجده فانا بتعامل مع استوديو بكر. ووسط حاجات اتفضل. شفت قصه طويله عريضه جدا من حياه رشدي اباظه مصوره في استوديو بكر. لازم هذا الكلام يتحول لموضوع كبير جدا يؤرخ بيه لرشدي اباظه. ده ايه يعني؟ كان يعني حاجه متصوره ولا ايه؟ يعني تاريخ رشدي اباظه قدام الكاميرا ووراء الكاميرا في الحفلات الخاصه في السهرات الخاصه بالافلام اللي عملها لما كان بيتعزم في بيت عز الدين ذو الفقار او صلاح ابو سيف او كمال الشيخ. يعني هذا التاريخ يؤرخ له كجزء من تاريخ الفن في مصر. انت عندك ده انت شفته من حاجات مدام ماجده متصور سينما ولا صور فوتوغرافيا ولا ايه؟ لا صور فوتوغرافيه بس وراها قصص طويله جدا. طبعا طبعا. ويعني لا اتمنى ان يمكن يتصل بيك طارق بقى ويعني تشوف الماتيريال اللي عنده ايه لان طبعا دي حاجه مهمه جدا. وانا بشكرك جدا يا وليد على هذا الاتصال. طيب معانا تليفون تاني ولا؟ طيب خلونا نشوف صراع في النيل. وصراع في النيل ده طبعا فيلم مهم جدا. محسب.
محسب ويند روستوم. يعني هو مثل مع جميلات السينما المصريه ما بقى شاديه ويند روستوم وسعاد حسني وناديه لطفي، يعني مفيش حد، مفيش ما تبقاش حد قمر ما مثلش معاها. ولبنى عبد العزيز، ولبنى عبد العزيز كل محسب امثل. رايح فين؟ طالع على المركب. ودي رايح فين؟ طالع معايا. دي مش هتحط رجلها على المركب واصل. دي هتطلع قبل مني. بقول مش هتحط رجلها على المركب. وانا بقول لك هتطلع قبل مني. محسب؟ دي مرتي. كلنا محسب. بقول لك اتدوست على سنة الله ورسوله. ادخل الخن. وبعقد شرعي كمان. بقى. محسب. تعال. ادخل. عايزيه تاني. كيف تعمل عاملة السودة دي؟ سودة ليه؟ هو الجواز عار. عار انك تخرج من خلف ابوك واهل بلدك. ابوي قال الزمان بيتقدم. ودي معناها تروح تتجوز غزية؟ هتعيشها كيف دي يا محسب؟ هشتغل في مصر. هتشتغل ايه عاد؟ هتبيع مواس؟ ورق يا نصيب؟ ولا هتاكل من هز وسطها؟ ونسيت ورد. ورد القطه المغمضه العمر النسيم ما مسها. ما تجيبليش سيره ورد واصل. امال كيف لابس الطاقيه وحط في جعران في الرقبه؟ هادي الطاقيه وهادي الجعران. سيبوها يا رجاله، كل واحد يروح لشغله. ابن البشوات ازاي بيعمل كل هذه الادوار؟ يعني كان بيتقمص دور حد يعني غلبان، حد هو صعيدي، حد صعيدي غلبان، وحاجه هو جواه بيحبها. فنان. يعني كان بيقعد مع الطبقات دي كله 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 كله، عادته كلها مع الناس دي. هو عنده قدره على الالتقاط. واضح انه لانه تعرف رشدي اباظه كل 53 سنه الحقيقه مات، توفي صغير. عدد محدود من السنوات، لكن السنوات القليله دي كم الابداع فيها عميق. واكثر من كلمه عميق التنوع. كان غني، التنوع كان غني. يعني رشدي اباظه التمثيل ولا بياخد اعلى؟ لا بياخد كان أعلى غني كفلوس يعني. لا رشدي كان اللي بيمثل الفيلم النهارده يمثل الفيلم تاني يوم ميبقاش معاه فلوس. بيصرفهم على ايه بقى يا منير؟ خروج؟ مش خروج والله، يعني كان يصرف حوالين خلص الفيلم، بعد كده بيعمل عزومه للكاست كله واي حد من اللي موجودين، يوزع فلوسه قبل ما يخلص، يعني يخرج من الفيلم باي باي خلاص مفيش حاجه. فعلا رشدي ما عملش. وكان في رواتب شهريه بيدفعها، رواتب شهريه للناس. يعني كان ليهم علاقه بالمهنه يعني في حد اعرفه كان ليه علاقه بكان من عمال السينما. وكان عمال السينما كان يعني كان بيدفع رواتب شهريه للناس وكده، وهو كان مسرف عمره ما كان بيعمل حساب له. جزء من التكوين. ما كانش بيعمل حساب. فكره الكرم دي كمان فكره ساحره. الكرم ما كانش بيعمل حساب فعلا للفلوس ابدا. اسمك كان يقول دايما كلمه، انا دراعي ده هو اللي بيجيب الفلوس. يعني مره حصلت حادثه، فكري اخويا الله يرحمه كان خد منه عربيه، كان عنده عربيه امريكاني كبيره، فخد منه العربيه يخرج بيها يتفسح مع اصحابه، قال له خدها يا فكري. فخد فكري العربيه وراح حسقها صغير، خبط العربيه. فطبعا فكري جاي مرعوب انه خبط العربيه بتاعت ابي رشدي، فداخل بيقول له ابي رشدي وخايف يطلع البيت، وكان يوميها رشدي عندنا في البيت، خايف يطلع البيت. قال له اطلع يا فكري. قال له مش انت كويس؟ قال له وزي الفل ما فيكش اي حاجه وما فيش اي حد جرى له حاجه. قال له لا. قال له الدراع ده اللي جاب العربيه دي هيجيبها تاني، بس مش هعرف اجيب اخ تاني. يا سلام. والله يعني انا ليه فكري ما كانش بنفس نجوميه رشدي؟ والله يعني انت عارفه حضرتك دايما رشدي كان اخد الوهج كله. عرفتي زمان فكري اصغر منه مش كده. اصغر برضه بكتير. اصغر بكتير فكري. برضه فكري توفى في 52 سنه 53 ونرجع نسال بقى على الوفيات الصغيره دي. لكن غروب وشروق طبعا، الفاتنه سعاد حسني ومحمود المليجي، فيلم ثوره 23 يوليو اللي اكيد بيتعاد اليومين دول في ذكرى الثوره، ده فيلم عظيم ايضا من اهم افلام السينما المصريه. سعيكم مشكور. البقية في حياتك. تشربي ويسكي؟ ليمون. ليمون من فضلك.
الحلاوه دي كلها كنت بقفل في وشها التليفون. وقح تقول ايه؟ هو انت بقى عصام اللي بيقولوا عليه؟ انا مش شايفه يعني ان فيك حاجه تشجع. قصدك سقطت في الامتحان؟ يعني الحمد لله، يبقى لسه في امل. مش تقولي لي بقى اسمك ايه؟ وانت مين؟ ومين اللي بيكلموك عني؟ ما تحاولش تعرف عني اي حاجه. بذمتك ده عادي؟ انت تعرفي عني كل حاجه وانا ما اعرفش عنك اي حاجه. شايفك الان اكتر من اللازم. ما تنساش اني متجوزه. يبقى لازم مقابلاتنا بعد كده تكون في حته هاديه. انت متصور اني هقابلك بعد كده؟ طبعا. انت باين عليك مغرور. احنا ممكن نتقابل عندي لحد يشوفنا ولا نشوف حد. انت بتحلم، نجوم السماء اقرب لك. تبي بقى ما بتثقيش فيا. هو انا مجنونه عشان اثق فيك؟ وكمان خايفه مني. انا اخاف منك؟ انت باين عليك مغرور قوي. شيل بتاعتي من على دماغك، عارفه انك زي الحصان. انا جبت لك بونبولي افيد لك من نوفالجين. لا ما كنتش فاهماني. هي دي الشقه اللي بتوصفه وبتحكوا عنها؟ مين اللي بيوصف؟ مين اللي بيحكي؟ ما فيهاش حاجه يعني. انت لسه على الباب. هو انت شفتي حاجه؟ شيل ايدك. انت فاكرني ايه؟ انا جاي ازورك هنا زي اي واحد صاحبك ما بيجي لك. طب وانت خفتي ليه؟ انا كنت هشيل الفريول. هات يا شيخ هات. بس خلي بالك عليه لحسن، ده غالي قوي. حاضر. ومثل طبعا مع سعاد. طبعا هنا المواجهات اللي كانت بقى مع محمود المليجي الباشا. واللي ده كانت مواجهات عظيمه يعني، رئيس السلك السياسي. لكن صغيرة على الحب كان فيلم بعد ده. لا قبل. قبل؟ قبل. ده كان الوان. صغيرة على الحب، معلش، كان بيحصل في افلام ملونه كانت بتتصور في الستينيات وبدايه الستينيات. ليه صغيرة على الحب كان فيلم كان علاقة مهم؟ إيه؟ ليه كان فيلم مهم؟ صغيرة على الحب. دانيازي مصطفى. طبعا. وعبد الحي اديب. طبعا وعبد الحي اديب. الفيلم اقول هو ايضا يعني له مرجعيه اجنبيه. انما كانت التركيبه انه سعاد ازاي، طبعا هنا البطله او الصغيره هي سعاد. ازاي البنت دي تدي 13 سنه وهي 20؟ كان وبعدين ازاي رشدي يتعامل على الجانب الاخر بقى، يتحول من التعامل من طفله الى في لحظه الى حبيبه. فكان الرهان الفني عند نيازي مصطفى كمخرج ازاي يظبط الاحاسيس دي، اللي هي مره طفله نظره واشفاق طفله، واخرى تبقى حبيبه. وايضا ده الاثنين الحقيقه كان من اجمل الابداعات عندهم. لما مثل الفيلم مع سعاد حسني كان بيحكي لنا، بيقول ممثله قديره، بيقول يعني كانت تستحمل علشان تبان صغيره، بتلف على نفسها علشان خلاص تبان ناضجه. بتلف على نفسها حزام لدرجه ان احنا يعني بنبقى يعني خايفين عليها علشان ما تبانش تبان انها طفله صغيره. بتقول تلف حزام عشان تلغي الانوثه، عايزه تلغي يعني الانوثه عشان تلغي الانوثه. يقول انا نفسي كانت تصعب عليا، يعني ازاي قادره تتحمل الحزام اللي هي ربطاه. على جزء بقى من صغيره على الحب، واحد من احلى الافلام كلنا بنحبها طبعا. مش كل كتاب يا قلبي في الحب اتقرا، وقلت لك 100 مرة، أنا قلت لك 100 مرة، أنا لسه صغيرة، أنا لسه صغيرة. برافو يا كتكوتة، هي دي، كنت فين من زمان يا حلوة، يا حلوة يا أمورة.
كفايه يا استاذ، اضربه وموته، ده ما عندوش ادب. حضرته يبقى سامحيني يا مورا، انا اسف. طيب ايه رايك في صوتي يا استاذ، عجبك؟ عجبني جدا. قولي لي اتعلمتي الغنى فين؟ شيء بارد يا حضرت، انا مش بسالك انت، انا بسال الاستاذ. رد يا استاذ، ايه رايك في صوتها؟ رد يا استاذ. عال جدا. يعني نجحت بتفوق وخلاص الناس هتشوفني في التلفزيون؟ والله بقى دي حاجه في ايد الاستاذ كمال. ما حضرتك الاستاذ كمال. لا يا بنتي انا مش الاستاذ كمال، ده انا المساعد. امال فين الاستاذ كمال؟ اللي ايدك طرقعت على خده. اهو صلحنا. اجيب لك شوكولاته؟ لا. اجيب لك جيلاتي؟ طيب شريف روح هات واحد جيلاتي من فضلك. حاضر. شريف مدير الدعايه. حاضر. شريف المصورين. حاضر. شريف هاتهم كلهم في المكتب عندي. حاضر يا بروح. في ناديه الجندي بقى وفي حاجات كتيره في الفيلم ده. اذا كان بيحب الستات كده ليه كان بيطلق؟ يعني ليه كان بيحصل خلافات؟ يعني الخلاف بينه وبين مامتك كان ايه؟ بينه وبين باربرا لو الستات. الستات عشان هي اجنبيه ما تقبلتش. ما تقبلتش. ساميه اتطلقت ازاي؟ ساميه والله اتطلقت الحقيقه، يعني كلنا ما عرفناش لحد ما توفى ابي رشدي كان السبب الرئيسي ايه. كانش بيحكي، كان حب عمره يعني. وهي حبته ما كانت حبته جدا جدا، وفعلا انفصالهم عن بعض لحد ما توفى ابي رشدي يعني ما تعرفش بالظبط السبب ايه. المرض بدري يعني 53 سنة بدري. وكان وقتها الكانسر والحاجات دي صعبة. صعبة العلاج. انتوا عرفتوا ازاي بقى؟ والله هو جاله يعني اول ما ابتدى يجيله زي شلل. يعني ابتدى كده يجيله شلل، فطبعا بالفحوصات وكده طلع ان هو في عنده كانسر، وكان كان في المخ. في المخ. yes. وسافر عمل عملية. ولما سافر عمل عملية ورجع، كان الدكاترة نفسهم كانوا عارفين انه هي يعني الفترة اللي هيعيشها مش اكتر من 6 شهور. بس هو لما رجع من العملية كان كويس خالص. بس اول ما رجع يوم ما استقبلناه في المطار كان كويس، ورجع حاسين انه هو كويس وجديد وعايز يورينا، وكان نازل من المطار فاكره كلنا طلعنا. أيوة. المطار يوميها. أيوة. وكان نازل بعنفوان وان انا ما فيهاش حاجه وخلاص انا بقيت كويس وكده. بس بمجرد ما رجع البيت ما عداش اسبوع 10 ايام مبتدا يرجع. الفتره دي والله انا كنت ساعتها كنت حامل في ادهم وكده. يعني هو شاف جوازك وجوزك. حضر الجواز. في صوره قال في صوره ورقص رقص في فرحها. ورقص يعني جو جوز جوزك وده طبعا ده اجمل شيء. وما دام في في عبده كده. في عبده كمان. جدي ونجوى فؤاد. نجوى فؤاد هو الله يرحمه بتاع الجيتار الولد عمر خرشت. فين يا جماعه صوره فرح اسمت؟ هدي صوره فرح اسمت. يعني كان ايه كان شعوره وهو بيجوز بنته؟ 100% كان ممتاز. اكيد فرحان. بنتي الوحيده. بنتي الوحيده رقص لها بالعصايه. رقص بالعصايه وكان سعيد جدا جدا. وكان سعيد جدا جدا. يعني هو عارف انه الريحه فيه. ايوه ما كانت حامل. ما عارف. يعني شاف حفيده. شافه اخر يوم في المستشفى. في المستشفى خليته اسمه وجت على المستشفى. شافه. مرتها وتاني يوم بس كان بيبي طبعا. بس كان سعيد كان جدا. كان عمره طبعًا. لسه ما فيش. بس هو تزوج والدتك يعني مده طويله ولا برده كانت فتره؟ لا برده فتره صغيره. قعدوا تقريبا سنه حاجه كده. هو يعني فكانت مين لي الرعايه؟ كانت هي بترعاه. احنا ما قعدناش في بيت واحد. هو ابو رشدي كانوا هم بيوضبوا ان احنا نقعد في بيت واحد. وطبعا كانوا بيعدوا للحكايه دي. بس المرض وتعبه كان يعني كان عايز يبعد عن الناس. مش عايز يبعد عن، مش عايز حد يشوفه عيان. وكان طبعا وكان مالي في يعني بيقضي وقت في مكتبه. كنا احنا الوحيدين اللي احنا قاعدين معاه. يعني احنا اخواته. فتره طويله في مكتبه. يعني ما وثقهمش بحاجه قبل ما يتوفى؟ لا والله لا ما وصاش باي حاجه.
يعني مش وصية بفلوس أو بكده، ولكن يعني خلوا بالكم من كذا. بس هو أوصى بحكاية أن يدفن، أن يدفن في نزلة السمان. لأنه هو كان مشتري هناك، كان مشتري المدفن. حكالي مرة الأستاذ حسن الصيفي ده كان مخرج هو كبير، اشترى المدفن في نزلة السمان. أنه كان الشاهد بتاع القبر كان حطه في العربية، يعني في شنطة العربية. لا 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 لا، هو بالمناسبة بس حكالي. هو كان اشترى، راح اشترى المدفن هو بنفسه في نزلة السمان. بس مامته ما رضيتش، ما رضيتش مامته. ليه؟ كانت عايزة، عملت له مدفن خاص، مدفن خاص في أرض، ما حصلش غير لتلاتة من يوم ما مصر اتعملت. فراحت زارت الرئيس أنور السادات عشان تطلب منه الموافقة على مدفن خاص، مدفن خاص واتنين. قال لها الشرط الوحيد انك تبني جامع. فبنت جامع على شكل ستار، نجمة. وشالته من مكانه ودفن في الارض. بالمناسبة لما راح يشتري يعني مقبرة وكده، فهو كان راجع بيحكي يعني، ولا دخلت مقبره كاتمه خالص، لا ما ينفعش، لا 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 اشتري في حته تانية بس هواها حلو قوي قوي. ف وبرده احنا استغربنا رشد انه يفكر في حكايه المقبره، انه كان بيحب الحياه. واحنا عندنا بدري، وغير كده بيحب الحياه يعني، انه راح اشترى مقبره. كلنا يعني عارف ان انت تحس بقبضة كده، انه ليه ابي رشد يعني من امتى بتفكر انت كان صغير ما كانش كبير. يعني بس انه يروح يشتريها كانت غريبه شويه يعني بالنسبه لنا احنا كلنا. اعتقد ان انتوا عندكم حاجات عايزين تهدوها لمكتبه اسكندريه. ايه اللي عايزين يهدوه يا اتفضل؟ هي عندها الصور، هي ممكن تنزل صور رحاب. ايه الصور اللي معاك معانا اللي انتوا عايزين تهدوها؟ وعلى فكره الدكتور مصطفى الفقي كلمناها قبل الحلقه وقال انه منتظر انه يبعتوا له الحاجات دي في المكتبه. احنا اتصلنا بالدكتور مصطفى فعلا واللي هو مدير مكتبه اسكندريه دلوقتي، وهو هو في اجتماع وقال انه هيتواصل بالاسره. يعني دي لوحه زيتيه لأنور السادات عندكم؟ عند داري من مجتمع الدكي. وليه في لوحه زيتيه يعني؟ ايه هو كان بيحبه، كان بيحبه قوي. و ستاتيو برونز سعد باشا، وتمثال لسعد باشا برضه، ده اهداء مني من لمكتب مقتنيات جري. يعني والاسره، اذا الاسره اسره رشدي اباظه هتهدي لوحه زيتيه لانور السادات وتمثال لسعد باشا زغلول من مقتنيات رشدي اباظه لمكتبه اسكندريه. ويعني الحقيقه ده شيء جميل، واحنا اتصلنا بدكتور مصطفى الفقي ورحب طبعا، وهيتصل بالاسره بعد اجتماعه يعني او بكره باذن الله. وطبعا مستشار عادل منصور اهداء قلاده النيل، يعني اقل ما يمكن ان يستحقه فنان اسعد الملايين الحقيقه رشدي اباظه. اخر فيلم كان ايه؟ الاقوياء. اقوياء الاقوياء ده اشرف. بس احنا ما شفناش اوعى تقرب اوعى تفوت. معانا يا رحام؟ طيب للاسف مش معانا، بس معانا الاقوياء اخر افلام رشدي اباظه. ايها المواطنون، أهالي بلدتي الكرام، إنه لا يسعدني ويشرفني أن أبدأ عهدي الجديد معكم، على الخير والمحبة، وأنا لا أكثر الكلام. وأنا لا أعرف الكلام، وإنما أعرف العمل. العمل الجاد. العمل المثمر. العمل المثمر. يحيى القرع المثمر. إخواني يسعدني أن أقدم لكم برنامجي. إنه يتلخص في كلمتين. محاربة الأعداء الثلاثة للإنسان. الفقر والجهل
والمرض، الفقر، الجهل، المرض. أما بالنسبة للعدو الأول، فسأبني بيوتا جديدة للفلاحين، وأوفر الطعام لكل فم، لكل فم، وأن أحارب الغلاء، أما بالنسبة للعدو الثاني، أما بالنسبة للعدو الثاني قلتها هي كمان بالرحمن. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ انا هرخص لكم اللحمة والسكر والشاي، هتاكلوا كل يوم لحمة، هتفطروا لحمة، وتتغدوا لحمة، وتتعشوا لحمة. داهية اللحمة، داهية اللحمة، داهية اللحمة، داهية اللحمة. يعني الفيلم ده لم كملش تصوير، لم يكمله. وصور اعداد يعني مشاهد قليلة. صلاح نظمي اللي كمل. عزيز انه ممكن الملامح بالظهر التاني. طبعا اشرف فهمي كمخرج كبير يقدر يقنعك انت كمتلقي ان ده رجل تقريبا كان كل بياخدوا كل التصوير بظهره. هو صور ديكورين في الفيلم بيت نعيمة الصغير والانتخابات عشان هما في النهايه، لكن هو ما كانش هو اللي هيخلي المشروع مشروع. طاهر انت فاكر يعني كان عندك كم سنه وقت توفاته؟ 10 سنين 12 سنه. لاني انهارت يعني ما كنتش اعرف. على فكره مش احنا اللي خدناه ودفناه، الشعب. انت عارفه انه في نفس اليوم كانوا بيجروا. انت عارفه انه في يوم يا قسمه ما اعرفش لو تفتكر دور مدام ناديه لطفي دور مدام في المستشفى في الاوائل حقيقه هي واحمد بدرخان وعمر بدرخان ما سابوناش في المستشفى الحقيقه يعني كانوا ليل ونهار يعني نصحى الصبح. نعم علي بدرخان. كنا يعني نوصل المستشفى او حد مننا حد بيت مننا مننا يعني ناديه لطفي متواجده من ساعه ما الصبح لغايه بالليل، هي وعلي بدرخان ما سابوناش الحقيقه لحظه يعني. وطبعا قرايبنا كان حسين اباظ قرايبنا كلهم كانوا بيبقوا متواجدين يعني. يعني الحقيقه انه الوسط كان وقتها مترابط جدا بشكل كبير، ويعني العلاقات بين الفنانين كانت فيها ترابط. وطبعا رشدي اباظه ده كان عملاق من عمالقه الوسط الفني، اللي يعني مش عايزين نقول ان احنا افتقدناه، اكيد اسرته بتفتقده، لكن احنا كناس وكجمهور بنحبه وبنتفرج عليه دايما وبنستمتع باعماله كلما عرضت. انا الحقيقه عايزه اشكركم شكرا جزيلا. الحقيقه انتوا اسعدتوني واسعدتوا ناس كتيره جدا كانت وحشها رشدي اباظه برغم ان هم بيشوفوه كتير. بشكرك منيره اباظه، اسمت اباظه اللي خلفت لنا ادهم اللي هو نسخه ثانيه من رشدي اباظه، وطاهر اباظه، وطبعا صديقنا طارق الشناوي. وبشكركم اعزائي المشاهدين، زي ما قلت لكم هؤلاء العظام لا يرحلون، تبقى الذكرى ويبقى الفن، ويفضل أداء عظيم هو ده اللي بنفضل نفتكره ونبتسم كلما تذكرناهم، وأكيد هنبتسم وإحنا بنفتكر رشدي أباظة. بشكركم ونتقابل بكرة، وهذه لميس الحديدي تحييكم، تصبحوا على خير.